السلام عليكم، معكم سلمى من قناة سلمى سالومي المطبخ والإبداع. راح ندير معكم اليوم طبق تاع روز يصلح هكا كي يجيكم ضياف ولا يوجد ثم وبنين وموش مكلف. عندي هنايا شوية جاج، صدر، نص صدر، وقصيت زوج حبات بطاطا، عندي حبة فلفل حار وحبة جريوات. بالنسبة للروز غليته في الماء والملح وغسلته هكا، صفيته وخليته يقطر. هنا يعني اللحم راح نقصه هكا شرائح كيما شتو، ها هو كي. وقصيت ثاني الجريوات والفلفل والبطاطا مربعات. هنا يا البصلة، ودرت نص بصلة، نسيت نصورها، نص بصلة المهم، والثوم زوج سنات ثوم رحيتهم في الروبو. ندير الزيت زوج مغارف، ثلاث مغارف هكاك، الكسبر مغرف هكا معمرة، شوية فلفل كحل، نص مغرفة ملح. وهنا يا عندي شوية توابل الجاج، يعني هنا يا راح ندير مرقة بيضاء. خلطت هذيك البصلة مع الدوابات، نزيد لها نص كاس تاع ماء عادي بارد يعني، واللوح هذاك اللحم، واللوح الخضرة اللي درتها تقدروا ديروا الزرودية ثاني، تقدروا ديروها معاهم، تقصوها عادي مربعات. بزاف يعني سهل هذه الطريقة، سهلة بزاف تاع الروز. خلطتهم هنايا مع بعضهم ونحطهم يتقلاو. هنايا بعد ما تقلاو راح نزيد له الماء السخون حتى يتغطى لي هذاك اللحم والخضرة، نخليهم يغليو ومن بعد نقفلوا عليهم. هنا بعد ما طابت الخضرة وطاب اللحم، جبت هذاك الروز ويسمى لحتو فوق المرقة. هنايا الكوكوت ما كفاتنيش، حنردو في البرمة ومن بعد نحطو يغلي باش هذاك الروز يشرب المرقة ويشرب هذيك البنة تاع اللحم وتاع الخضرة والدواء. ها هو كي، اذا شتوه بزاف المرقة يعني نقصوا شوية منها، حنخليها تغلي. ومن بعد هنايا درتو في بلاطو تاع الفور، نحيت اللحم من قبل هكا وزعتو سما بالتساوي كيما نقولو، درت له الفرماج. وهنايا عندي خمس بيضات، خلطوهم هكا نديروهم ونلوحوهم في الفور. يعني ساهل هذا الطبق، والله غير ثمثم يوجد وبنين يهبل. هكا بالفرشيطة نديرو هكا باش يدخلوا هذوك العظام لداخل ويسمع حتى البنة تاعهم تدخل في الروز. هذا هو الطبق تاعنا اليوم، شوفوا كيفاش جا يهبل. ما قصيتش يعني، كانوا الضياف ما قدرتش نصوره هما كاينين. المهم ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة